بنات. دمك زي العسل شربات. ده انت يا بنتي يا انجي بتكبري وتحلوي. ده انت اللي قمر. اسمعي، مش عارفه يعني اللون اللي انت حطاه على دماغك ده يعني راعي سنك يا بنت. حلو يا بنتي يا انجي. بصي وانا بعمل كده عجب كل اصحاب الصبيان. قمر قمر كاتك داهيه. ما عندكيش باينابل؟ نعم يا حبيبتي. عصير اناناس حلو قوي للبشره ولا ميه البطاطس؟ يا خرابي. قمر قمر يا منال، طول عمرك مهتمه يا حبيبتي. يا حبيبتي. تعالوا يا اولاد تعالوا سلموا على جدتكم منال. جدتكم منال دي بقى كانت جارة تيتا زمان، وكانت بتستلف مني كل حاجه، مقشفراني اول باول. اخس عليك يا انت كده يعني تفضحيني قدام الولاد. وبعدين ده انا كنت باخدها شوفونير شوفونير شوفونير. اه حاجه المطبخ يا اختي كلها اخدتيها شوفونير. حكيتي للولاد بقى عن تاريخ الفن كده في الاعلام؟ ايه اللي حكيت لهم؟ ده انا حكيت لهم حكاوي فظيعه. اه والله حبيبتي. دول اكيد بيتفرجوا على البرنامج بتاعك، شافوه كله على النت. يا حبايبي انا مش عارف ازاي الناس كانت بتصدق الهبل اللي انت بتقوليه ده. يا الناس زمان. يا ايه ده يا دودو، انت بتشتمني ولا ايه يا واد؟ اخس عليك. ده انا يا واد اللي مربيه يمك. وبعدين طنطك منال دي زمان يعني كانت متالقه. ولسه متالقه ولا ما بقاش ليكي لازمه يا منال؟ اخس عليكي يا انجي، اوعي تقولي كده. ده انا بتعرض عليا برامج كتير بس انا اللي ما بوافقش. ليه؟ دي ماتت ولا ايه؟ في ايه يا قلب امك؟ انت بتنامي وانت قاعده؟ منال منال قلت لك ليه؟ لاني ما عنديش استعداد اضحي ولا بتاريخي ولا بسمعتي ولا بصحتي. اه وخصوصا صحتك يا اختي، ربنا يديكي الصحه. احنا وصلنا بقى يا ولاد لحد فين في الحدوته؟ لغايه لما فضحت طنط منال وطلعتيها كدابه. اخس الله يكسفك يا انجي. انت يا اختي اللي كنت فاضحه نفسك. بس بقى يا ولاد هكمل لكم. وحياة قلبي وافراحه. ايوه انا في مساوي صباحه. اديله وحياة قلبي وافراحه. ايوه كده وانا في مساوي صباحه. يا سلام. ما لقيت فرحان في الدنيا. أيوة. زي الفرحان بنجاحه. الناجح يرفع ايده. مبروك يا استاذ علي للست انجي، الجرايد كلها بتكتب عليها وبتتكلم عليها. قال يعني بتعرف تقرا؟ ما بعرفش اقرا لكن بشوف الصور. ايدك بقى على الحلاوه. ما عندك حلويات اهي روح كلها. يا حلويات يا ريس، انا عايز الحلاوه البرادس يعني. هي الست انجي بتعمل حمله ناجحه كل يوم زي دي. طب عندك الست انجي ذات نفسها ايه؟ روح خد منها الحلاوه. يا ريس ما تقولش كده، دي انت جوزها والكل في الكل. وعلى راي المثل وراء كل امراه عظيمه راجل بيصرف عليها وينغنخ. خد نور تعيش وتفتكر. ايه يا لولو؟ ما بتاكلش جاتو ليه؟ حلو قوي على فكره. ما انا عارف، ما انا اللي جايبه. وبعدين انا عامل رجيم بقى. يا سلام، عامل رجيم من امتى؟ من دلوقتي. استاذه انجي، استاذ جميل عايز حضرتك. انت بجد؟ يلا بينا يا انجي. انا بقول للاستاذه انجي، هو عايز الاستاذه انجي. قال انت مش كنت لسه بتقول دلوقتي ان انا جوزها والكل في الكل ولا نسيت؟ معلش تعالى يا علي. بقول لك ايه، ما تنساش تجيب الجاتو بتاع الاستاذ جميل لحسن ياكلنا. ما تلاقيش، ده بياخد مرابه من بدري وده بيسيب حاجه. اه صحيح، ده طفس قوي. كله ما كله على حسابي. ربنا ينجح المدام وناكل جاتو دايما يا رب. يلا يا فشله. ايه يا سامح؟ ايه يا سامح؟ لو انجي نجحت كلنا هنروح في 60 داهيه. ليه يا اختي؟ هندخل. اهلا اهلا. خير يا فندم. اهلا بصاحبتنا الجميله بنموذج كفاحي وثمره نجاحي. اتفضلي اتفضلي يا انجي. ميرسي قوي يا فندم. نجاحك ايه وكفاحك ايه؟ انا مراتي عملت كل حاجه بمجهودها الشخصي. مجهودها الشخصي اه، انما بتوجيهات مني انا، انا رئيسها وانا اللي بوجهها. انت ايه اللي جابك هنا وقعدك دلوقتي؟ انا جاي مع مراتي. لا يا حبيبي، مراتك هناك في البيت، انما هنا انا رئيسك في العمل وخصم 3 ايام بقى. لا لا كده كتير يا استاذ جميل، 3 ايام كتير. حضرتك تخصم له عمل ايه عشان تخصم له 3 ايام؟ خلاص مش زعل، يتشال 3 ايام. تشكري يا فندم تشكري. لا انا عايز الخصم، انا بحب الخصم. في ايه يا علي؟ مش عارف المه بعد كده.
امرك يا فندم، حضرتك كنت عايزني ليه؟ انا صرفت لك مكافاه، عايزك تعدي على الخزنه عشان تصرفيها. متشكره جدا يا فندم، متشكره جدا. هو يصرف لك مكافاه ويخصمهم مني انا؟ في ايه يا علي؟ مين قالك تدخل معايا؟ انا جوزك وادخل معاكي في اي حته. وبقول لك يا جميل بقى، البسطه اللي انت بتاكلها دي بفلوسي، ودي خمس حته تاكلها ولا حددهم لك يا جميل. لا مش خمسه، ثلاثه كتابه يا جميل. بس عيب كده يا خالي. عيب ايه؟ ده راجل لازق انا عارفه. احنا اسفين قوي يا فندم، بالف هنا وشفا. تحب اجيب لك الحتتين الفرق؟ عن اذنك يا فندم، بالهنا والشفا. بالهنا والشفا. برضه لازق يا جميل، لازق. بالهنا والشفا يا فندم، بالهنا والشفا. ست ايام خصم. علي بقول لك ايه، انا خايفه قوي اشوف منال بعد اللي حصل ده تعمل فيا حاجه ولا تقرمني. انت بتهزري؟ مش جوزك معاكي؟ راجلك معاكي؟ كتر خيرك يا علي، جدع طول عمرك. هاي انجي، هاو ار يو؟ هاي هاي منال، هاو ار يو؟ ازيك يا منال؟ هاي علي، تمام الحمد لله. ميرسي، يو ار سو سمارت. ثانك يو. انجي عندك ايه؟ معاك ربنا حبيبتي، مستنيكي يا علي. واطي ونجلي طول عمرك، واطي. مبروك يا انجي على نجاح كبسولة. ميرسي يا منال، ميرسي خالص. بقول لك انا مش عايزاكي تبقي زعلانة مني. أزعل؟ أزعل ازاي؟ نيفر، بالعكس. الانجي عملتيه ده يا حبيبتي زود لي نسبة المشاهدة، وده اضطرني أعلي أجري، لكن نسبة المشاهدة واو. ما قولكيش واو، ما تقوليليش. أمال إيه؟ إزاي ده؟ معذوره يا انجي، انت برضو ما عندكيش الخبره في مجال الاعلام زيي. اللي انت عملتيه ده يعتبر دعايه ليا والبرنامجي. ثانكس جاد. دعايه ليكي ازاي يا بنتي؟ ده انا طلعت الكدابه. دي مش مشكلتي خالص، دي مشكله الاعداد. لكن انا عندي فولورز، عندي جمهوري اللي بيثق فيا وفي اي حاجه بقولها. انت عندك جمهور وفولورز؟ عندي جمهور وفولورز، وانت زودتي لي الجمهور وزودتي لي الفولورز. مضطر اسيبك دلوقتي عشان عندي شوتينج. هاف ا نايس تايم، سويت دريمز. طلعت جهلة. هي في شيتينج. دي كان قرف. كنت وهل. ماشي يا علي، ماشي. هو فين؟ حلوة قوي، برافو. دخلت على طول وسبتني لوحدي لأنثى الديناصور عشان تفترسني، مش كده؟ ما أنا قلت هسمع صوت صريخ وزعيق وصويت، وأنا ماليش في خناقات الستات دي بصراحة. فقلت أجهزك شوية حاجات كده حبيبتي يمكن تحتاجيها. يا حلاوة. جايب لي قطن وشاش وميكروكروم. كتر خيرك يا علي. عشان تعرفي بس انا خايف عليك قد ايه. لا يا حبيبي ما تخافش خالص، دي طلعت مبسوطه على الاخر. ازاي؟ ده انا سامع ان في ناس قدموا فيها شكاوي للنائب العام. ما اعرفش ازاي، بس هي بتشتغل عادي جدا ولا كان في اي حاجه حصلت. هتفرسني. ايه ده؟ وهتعملي ايه؟ هكمل يا علي، هكمل. هو انت ناويه تعملي ايه يا انجي؟ ها؟ ما تستعجلوش، ما تستعجلوش، هفهمكم. هما بقالهم كتير كده يا حاج. ساعة ما وقعوا في الحمام اتلبسوا. بقول لك يا انجي، انجي اقفلي اللابتوب لحسن يتلبس. تلبس ايه انت كمان؟ انت شايف انجي بيعملوا ازاي؟ يا لهوي يا لهوي، بصي بصي يا لهوي، انا خايف من البنات دول. يا مامي يا مامي يا مامي يا مامي، ده انت غلس قوي. مامي يا مامي ايه يا سامح؟ مش لايق عليك خالص. فكر معايا شويه، فكر نقدر نوصل للبنات دول ازاي. انت اتجننتي يا انجي؟ اكيد اتجننتي. انت عايزه تقابلي البنات دول؟ انت مش خايفه لحسن يأذوكي؟ لا مش خايفه عشان يأذوني. في ايه يا امي؟ في ايه؟ دي حلقه من فابريكا يا كاميليا، فكري شويه. يعني البنات دول كسروا في كل حاجه قدامهم ما عدا الكاميرات بتاعه التصوير والناس اللي بتصور. فكري شويه، فكري. حاضر حاضر. بتعملي ايه يا كاميليا؟ بفكر بفكر. لا لا كده الفيضان بتاع الافكار ممكن يغرقنا. لا اقعدي حبيبتي، اقعدي ما تفكريش يا كاميليا. يعني افكر ولا ما افكرش؟ لا ما تفكريش يا كاميليا، الرحمه. طيب يا رب توب عليا يا رب. قطعي القميص. ايه؟ خايفه قوي يا انجي، هي شعرها احمر كده ليه؟ حديده يعني ولا ايه؟ ايوه مش راكبها جن احمر. يا سلام يا اخويا، على كده دي راكبها جن ايه؟ ها بندقي؟ وانت راكبك جن ايه؟ جن شفاف. طب يلا، سمعتوا بقى؟
سمعتوا اللي انا قلته لكم صح ولا لا؟ ايوه انا مصدقك والله. طب اقول لكم حاجه، ممكن تعملوا حته من اللي عملتوها في حلقه منال؟ شفتي يا انجي؟ اتلبسوا تاني يا انجي، اتلبسوا تاني. انت عبيط يا سامح، مش انت اللي لسه قايل لهم يعملوا حته من اللي عملوها في البرنامج؟ ايوه يا انجي بس مش كده. ما تقولهمش حاجه تاني، ما تقولهمش حاجه تاني. يلا يلا اتفضلوا خلونا نخلص. يلا خلينا نخلص بقى من الحلقه دي، ربنا يستر. يا ليله بيضه. بصوا بقى انا هبدا، انا بص انا مخرج يعني كل ايديا، فاللي هسمع صوته هطلعه بره. انا بقول اهو، حتى لو الاستاذه انجي. لا كده كتير. انا اسف يا استاذه، حتى لو كاميليا. ايه خلاص خلاص. 5 4 3 2 1 اكشن. ثانيه واحده. مساء الخير أعزائي المشاهدين في كل مكان، وأهلا بكم معنا في برنامجكم العاشرة والنصف مساء. معاكم النهاردة ومعانا بنتين في الاستوديو زي ما انتوا شايفين، ملايكة بنات زي القمر. البنات دي ممكن تقابلوها كل يوم في أي حتة، ممكن تقابليها في النادي، ممكن تبقى زميلتك في الشغل، ممكن تبقى جارتك. بنات طبيعية جدا، ولكن الإعلامية المدعية الأستاذة منال عملت حاجة غريبة جداً، جابت البنات دول وخلتهم يدعوا إن هم ركبهم جن. لكن هنشوف مع بعض النهاردة، وزي ما شفت في الكواليس معاهم النهاردة، إنهم بنات طبيعية جداً، بنات بسيطة، بنات عفوية. أهلاً بيكم معنا في البرنامج. أنا عايزة أسألكوا، أنتوا بنات طبيعية جداً زي ما احنا شايفين، هل ركبكوا جن؟ في جن؟ في أي حاجة؟ العفريت يا أستاذ خاف مننا. إيه؟ العفريت يا أستاذ خاف مننا. ما شاء الله. في ايه؟ انا مش عارف انام في بيتي. ده بيت ده ولا استوديو؟ ستوب! ده مين الاستاذ اللي بيطلع صوت في البلاتو بتاعي؟ اخرس انت خالص، عامل لي فيها مخرج وانت صحفي فاشل. استاذ علي لحظه، دي كلامك جارح. استاذه انجي انا اتوهنت في شقتك. حقك عليا يا استاذ سامح. جرى ايه يا علي؟ انت داخل تقتحم الاستوديو بتاعي كده من غير ما تستأذن؟ يا اما تقف تتفرج وانت ساكت، يا اما تنجر على اوضتك، قصدي تدخل اوضتك. لا يا هانم، ده بيتي واعمل فيه اللي انا عايزه. طبعا صح يا استاذ علي، احنا اسفين. اقول لك ايه، انا عايزك تعملي الحبتين بتوعك عشان عايزه اطفش كوسي. ها ايه بتقول لها؟ ايه ده؟ ولا حاجه. في ايه؟ انا ايه ده؟ لا ما احنا معاكم، احنا معاكم، احنا معاكم والله. ما تلبسوا بجد ولا ايه؟ انا مخي. مسخره. بس كويس الواحد يقعد يشتغل ايه في روقان. اعزائي المشاهدين، نتمنى ان تكون الحلقه عجبتكم. كانوا معانا بنتين طبيعيين جدا زي ما شفنا، وزي ما عرفنا ان منال هي اللي طلعت افاقه. كانت معكم من العاشره والنصف مساء انجي احمد من صالون شقتها. نص مليون مشاهده في اول يوم بس، هموت واشوف رد فعلك يا منال. كانوا معانا بنتين طبيعيين جدا زي ما شفنا، وزي ما عرفنا ان منال هي اللي طلعت افاقه. اكيد معايا جاسوس. يا ترى مين؟ مساء. مندوح؟ انتي احمد؟ لا دوحه ما يعملش كده، يبقى مهندس الصوت فتوح. لا برضو دوحه ما يعملش كده، انا طبتي معاهم مرعيتهم عليا. هو انا عشان كيوتش لزقوني في الكبوت؟ وحياه امي اعرف مين وانا شندله. ماشي يا انجي. يا شعبان انت وشريف دي عاشر مره فهمكم، فهمت ولا ما فهمتوش؟ انا فهمت يا علي، وجه كلامك لشعبان. ايه اللي وجه كلامك لشعبان؟ ما انا فهمت انا كمان. طالما فهمت عاوزين نعيد تاني ليه؟ يا سيدي في الاعاده افاده، وفي التاني السلامه. حلو، انا هركب دقن بس. خلاص انا فهمت. فهمت ايه؟ انا اركب دقن واروح لابوكي شفيق يا راجل، وفي الاخر تتجوز لي ليلى علوي. انت هتخلص خالص. انا هركب ده والبس جلابيه وطاقيه واعمل برنامج ديني على اليوتيوب. طب وعايزنا معاك نعمل ايه؟ تساعدوني يا اخي. انت عايزني اقلع الجلابيه واديها لك؟ ده بعينك، روح اعمل لك مقلب احسن. انت تمشي تطلع بره احسن، عشان القلش ده بتاعك خنقني. انا
عايز اعمل برنامج ديني على يوتيوب وعايز ابقى مشهور زي مراتي. طب واي برنامج ديني؟ لان البرامج الديني بتتشاف كويس. بس سبحان الله، يعني انا عمري ما شفتك بتصلي يعني يا استاذ علي. ليه؟ هو انت كنت عايش معانا في البيت؟ وانا نيفر ايفر شفتك بتتكلم في الدين. المره دي ان شاء الله هتكلم في الدين. ايوه يا حاج، زي ما قلت لك كده، هتحميه بميه سخنه وتديله اللي بالي بالك. اوعى تنسي، وهتدعي لي. هتدعي لي؟ ايوه. معانا تليفون منين؟ الحاجة مديحة من قرية أبو فضيحة. أهلا يا حاجة، اتفضلي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عايزك يا شيخنا تقولي وتفتيلي إيه حكم الدين في الست اللي ما بتراعيش بيت جوزها؟ ما بتراعيش بيت جوزها؟ ما بتراعي بيت مين؟ براعي شغلي ومهتمية بيه، والشيطان لهيني ومخليني منفضة لجوزي وعيالي على الآخر. منفضة لجوزك وعيالك؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أحب أقول لكل ست، بيتك وجوزك أولى بيكي، ومش هتلاقي بركة في بيتك إلا لما يكون جوزك راضي عنك. الله يفتح عليك يا شيخنا، لقد شرحت صدري. يعني أنا كده سيب السوبر ماركت عادي لجوزي يقف فيه لوحده؟ اتكلي على الله. ايوه ايه؟ امسك يا بنت. ايوه ايه؟ ايه يا استاذ علي، انت عايز تخرب بيتي ولا ايه؟ ستوب. لا فيها يا شعبان، الله يخرب بيتك انت، انت كده بوظت لنا الحلقه. ما انت بتطلع فتوى هتاذيني في شغلي، ودي ما هتصدق، وهتسيبني واقف لوحدي في المحل. انت لازم تعمل بالفتوى بتاعتي يا شعبان. الله، مش انت شيخنا ولازم اصدقك؟ لا حول ولا قوه الا بالله. انت كنت بتصدق كل الشيوخ قبل كده يا سيدي؟ انا قلت اتوب على ايدك، انت ايه اللي مزعلك؟ هو انت ما تتوبش غير على ايد انا؟ عشان تعرف اني بحبك. حظك بورصه يا شعبان، قوم بقى سيبنا نكمل الحلقه، جاتك العرف. التهريج ده يا اساتذه كده الليل هيروح مني. ليه ايه كمان يا تافه؟ انت كمان عند احنا دخل. يلا تصوير اكشن. ومعانا تليفون تاني، الحاجه ساندي من قريه ابو صير. هلو. انت متاكده انك حاجه يا ساندي؟ سمورتي يا رجاء، يا رجاء شايفان كيسك تي في؟ شايفاني قاعد بقرا. جو في فلان بروجرام، عايز اعمل بروجرام في التلفزيون زي منال وزي انجي. يا حبيبه قلبي، البرامج اللي بتشوفيها دي كلها برامج تحصيل حاصل بتتعمل تحت السلم. وماله فيها ايه لما تبقى برامج تحت السلم؟ على فكره انجي عملت برنامجها تحت السلم، بس الظاهر بقى كان سلم كهربائي، طلعت لفوق بسرعه اشتهرت. اه يا حبيبتي، مع احترامي ليكي وحبي ليكي، انت لو طلعت السلم، السلم هيقع والكهرباء هتنقطع، فما فيش داعي. عليك اخصها عليك، تو تغمش يا سمير. طب دي موع، ايه البرنامج اللي انت عايز تعمليه؟ عايز اعمل برنامج عن الرشاقه، ارابيكس، يعني الناس تبقى ازاي سمباتيكا. حبيبة قلبي، بس الناس مش هتصدقك. ليه بقى ان شاء الله؟ يعني باردون باسكو لو غاشاكا محتاج اللي اللي يتكلم يكون في غاشاكا. ان يا با دي غاشاكا. اي موجي ني با دو غاشاكا؟ نو نو غاشاكا، ان يا با دو غاشاكا. نو 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 نو. جو زغيفة زغيفة، بات غاشاكا؟ سمير جو سوي غاشيكا. لا سمير، انا زعلانة منك قوي. بص يا حبيبي، جو سوي تري سمباتيك. حبيبة قلبي، 40 سنة متجوزك، معلش ما شفتش ولا حاجة سمباتيك. يا سلام يا اخويا، طبعا لما اتجوزتك من 40 سنة كنت بتعرف تطلع السلالم، دلوقتي بتبص للسلمة تقول يا مصيبتي، يا مالها بقى زي الهرم كده ليه؟ موا؟ وي جو تام جو تادور. بحبك قوي، بحبك قوي. مش للدرجة دي، مش بحبك قوي. غلطة، غلطت. اشرب الفيس كافيه بتاعك. يلا يا عم مغاوري، عايزك تصورنا حلو. ها، خليها على الله ونعم بالله، بس ما تقولوش الا ما اقول اكشن. ها، حاضر. جاهزه؟ ايوه جاهزين يا مصايب. جاهزين، يلا اكشن. من محلات هيبه وشعبان. تاخد حاجه ساقعه والبان. لو جوزك نفسه في خيار. ولا انت نفسك في خضار. يبقى تعالوا هيبه وشعبان. يلا تعالوا هيبه وشعبان. احنا جينا لكم هناك يا مان. احنا جينا لكم هناك يا مان.
مساء الخير. مساء الخير. في ايه؟ في حفله ولا ايه؟ لا احنا بنعمل الاعلان. انتوا كده بتعملوا الاعلان؟ اه. اعلان ايه؟ اعلان بتاع السوبر ماركت عشان نزود مبيعاتنا. يا سلام، انت فاكر كده ان انت هتزود المبيعات؟ اوه لا خالص، انت فاهم غلط. انت كده هتقضي على المبيعات خالص واحتمال تقفل المحل قريب. وبعدين عايزه افهم حاجه. ايه قناه محترمه هترضى تعرض الاسفاف اللي انتوا عاملينه ده؟ احنا هنعرضه في برنامجك. لا قولي. والله برنامجي انا؟ ايوه. هيعرض الاسفاف ده؟ ايوه. لا خالص، انت فاهم غلط. وبعدين انا البرنامج بتاعي ما فيهوش فواصل اعلانيه، وانا برنامجي على النت. على النت؟ ايوه يا اختي على النت، بس عندي الجمهور قد كده كبير. الله اكبر. ايوه عندي جمهور كبير كبير، بس جمهور محترم. انا ضميري ما يسمحليش ان انا غشه ابدا. طيب بالنسبه بقى لضميرك الحلو ده، عايزين نزيته بشويه زيت كده واقول لك على اوفر يمكن توافقي. ايه رايك نديكي طلبات البيت لمده شهر فري؟ ها تقول ايه؟ لمده شهر فري. انا لعلمكم ما تفرقش معايا الحاجات دي ابدا ابدا، بس انا كده كده كنت جايه اخد شويه طلبات. عينينا. حاجات بسيطه يعني، مش هكتر. اكتب يا حوده. اكتب يا حوده. عايزه شكاره رز، شكارتين مكرونه عشان الولاد بيحبوا المكرونه قوي قوي. اللبن بقى عايزه 7 لتر لبن كامل الدسم، و6 خالي الدسم علشان علي ربرب شويه. يا ريت بقى العصاير، العيش عشان سندوتشات الولاد، وايه تاني يا ربي خايفه انسى حاجه. الزيت عايزه كرتونتين زيت قليه وكرتونه زيت زيتون علشان الكوليسترول. ويا ريت معلش يا شعبان هتعبك، تحتي على الجزار بتاعنا في اول الشارع. عايزين فخده. البانيه بقى يقطعه رفيع. كيلو؟ لا 7 كيلو. ايه كيلو دي؟ ما تبقاش مقروس كده. وبعدين عايزه قطعيه بيكاتا 5 كيلو، وشويه موز بقى على ريش، على يعني ما تخليهوش يبخل. وحاجه كمان يا شعبان، قعدتي على الصيدليه وانت طالع، شويه شامبوهات على شاور جل، وعايزه 12 ليفه. 12 ليفه؟ ايوه. ايه احنا ناس نضاف. ويا ريت بقى ما تنساش فرش السنان ومعجون السنان. فرش السنان واحده ليا، واحده لعلي، واثنين للعيال. طبعا فرشه الاستاذ علي هارد. لا طبعا علي سوفت. انا ما سوفتس. اديكي سوفتي. انا مش فاهماكي، دي طلبات يا حبيبتي شهر ولا خزين السنه بحالها. الله اكبر. لا ده طلبات النهارده بس. ميرسي. سلامه. مع الف سلامه. يا خرب بيت هيبه وشعبان، يا خرب بيت هيبه وشعبان. مش هنبيع غير لبان، مش هنبيع غير اللبان. انت مش مكسوف من نفسك وانت بتركب دقن عيلة عشان تشتهر وبس؟ وانت مش مكسوفه من نفسك وانت بتشتهري على قفه واحده صاحبتك؟ على الاقل انا بقدي رساله. رساله؟ رساله ايه يا برساله انت؟ ده هتعملهم عليا انا؟ انا وانت هدفنا واحد، هو الشهره وبس. يبقى خلاص نام يا علي، نام واطفي النور. عزيزاتي، عزيزي المشاهد وعزيزتي المشاهده، انا عايزاكم النهارده مش كده يا سمير تتابعوني. هديكوا حبه تمرينات للرشاقه ولليونه الجسم، واذا كنتوا عايزين، اذا كان جوزك عنده كرش هديكي بعض التمرينات ازاله الكرش. عزيزي المشاهد، لو عايز مراتك تبقى زي رجاء، رجاء مني اوعى تتفرج علينا. ستوب ستوب يا مصوراتي، ستوب من فضلك. انت ليه بتعمل فيا كده؟ ليه بتعمل كده؟ ليه بتغير من نجاحاتي؟ يا جوجو لا، انا راجل ما اقدرش اضحك على جمهوري. جمهورك؟ جمهور ايه؟ خلاص بقيت اعلامي؟ فاكر انك انت عندك جمهور؟ ليه؟ سمير عكاشه؟ سمير عكاش عنده ملايين الجماهير، ومع ذلك نكمل البروجرام عشان الناس بتتفرج. بصي انت الصنف اللي زيك عايز مزيكا، مزيكا. انا راجل غلبان على قد حالي، ادوني قرشين عشان اقول الكلام ده. تمام. ومن هنا أعزائي المشاهدين تتضح لنا الحقيقة كاملة. الإعلاميين الذين يستغلون البسطاء ويشترون ذممهم بأبخس الأثمان، هؤلاء الدخلاء على هذه المهنة الشريفة، وكل هذا لجمع الأموال الطائلة وتحقيق الشهرة. وإلى لقاء آخر في 10:30 مساء مع إنجي أحمد. تصبحوا على خير. ايه كويس؟ طب قوي. ليه كده؟ ليه كده يا عم؟ ايه الكلام اللي بتقوله ده؟ يا خساره يا خساره، انا كنت مهتم بقضيتك جدا.
اتفضل يا استاذ. اتفضل. متشكرين لحضرتك. متشكرين. بروح على الراجل. في ايه؟ الراجل كان مهتم بقضيته يا انجي، مش معقول كده. الا صحيح يا سامح، انت كنت مهتم بقضيته ليه؟ اصل بصراحه كان هيرخص الحشيش لو بقى متاح في السوق. اه وفي يا سامح، يا نهار اسود، انت بتشرب حشيش ولا ايه؟ لا والنعمه يا انجي، انا بدوخ من الماء. امال ايه مالك مهتم قوي كده بالقضيه؟ اصل بصراحه يعني ليه اصحاب غلابه معهمش فلوس يشربوا حشيش، فقلت اساعدهم واعمل معاهم واجب يعني. يا عيني يا غلبان، ايه الحنيه دي كلها؟ بصراحه عنده حق، ده سامسون بقى ب50 جنيه. المين؟ سامسون. ايه السامسون ده يا كاميليا؟ سامسون سيجاره الحشيش الصغيره. يا نهارك اسود يا كاميليا، طب هو بيقعد مع ناس صيعه، انما انت تعرفي الحاجات دي ليه؟ يا انجي اللي ناسه ان حسين ظابط ويعرف كل اخبار المجرمين. سامسون سامسون. عارفه يا انجي السامسون ده قد كده، يا دوبك نفسين وبوس ودوس. يا نهارك اسود، مش ممكن هتبوظوا لي اخلاقي. طب لما بطلتوش كلام هخليكوا سماسين صغيره كده. قصدك سماسين قصيره. ده انك متظبطه، سبحتك معاك، فيري بيوتيفول، كله تمام، شيخ شيخ يعني. الزبيبه مش معوجه شويه؟ لا بس انت جدا حلوه خالص. توكلنا على الله. يا ابني شيل البتاعه دي من بقي. حاضر اتفضل. ها اكشن. ومع اسئله الساده المشاهدين نشوف السؤال الاول. المشاهد الكريم بيسالني، يا شيخ علي، هو اليوتيوب حلال ولا حرام؟ يا سيدي، هو اليوتيوب حلال أو حرام حسب أنت بتتفرج على إيه. لو بتتفرج على حد غيري يبقى حرام حرام حرام، لو بتتفرج عليا يبقى هو ده الحلال البين. أهلا وسهلا بيكم، اتفضلوا. إحنا حضرتك عايزين ناخد حلقات البرنامج اللي بتقدميه على اليوتيوب عندنا في القناة. بجد؟ أنا مش مصدقة نفسي. حرام حرام حرام. احنا ندفع لحضرتك في الحلقه 30,000 جنيه. الله ده كتير، قصدي يا دوبك كويسين قوي. في حاله اعطاء الزوج نصف الاجر فحلال حلال حلال. انا موافقه موافقه. طب ممكن نمضي العقد؟ اه طبعا. طيب مش ممكن تاخدوا البرنامج بتاعي معاكم بالمره؟ لا حضرتك احنا مش محتاجين برامج دينيه. لا انا ممكن اعمل برامج اغاني عادي. برضو مش محتاجين. طب طبيخ؟ للاسف برضو مش محتاجين. حبيبي انا ممكن اديك نص الاكل اللي انا باخده، بس تقف بدلي في المطبخ. وقوف الراجل بدل زوجته في المطبخ حرام حرام حرام. رميت عليك عيشتك. ها وسامعاها بودني، يرضيك انت يا شعبان يا ابو زمه قاستك. استني يا انجي، انت ايه خلاص فاضيه ما وراكيش اليومين دول غير تجيبي في سيرتي؟ ايوه انا فاضيالك يا منال واعدالك، ومش هتكلم على اي حاجه في البرنامج غيرك طول ما انت بتضحكي على الناس الغلابه. ايه رايك بقى؟ رايي ان انت خلاص افتكرتي نفسك بقيتي مذيعه، مع انك لسه مذيعه كي جي 2 ماسكه المايك كده ليها اصول، اتطلع على الجمهور تيجي ايه انت في كاريزمتي. كاريزمتك على جزمتي لعلمك بقى. شت اب شت اب يور سيلف. الله خناقتني سوين، اول مره اشوف خناقه بحقيقي. اخرس يا شعبان. لعلمك بقى انت مذيعه نصكم، انت اخرك تعملي برامج عن عالم الحيوان. ده الحيوانات راضية تسجل معاكي اصلا. لعلمك شرف لاي حيوان انه يسجل معايا. لسه كان في كلب بيتحايل عليا دلوقتي. ايوه علشان كلب ابن كلب. استهدوا بالله، انتوا اتحسدتوا والنعمه اتنقرتوا عين. معلش سامعه بتقول ايه؟ انتوا بتصوروا انتوا كمان؟ حاسبوا من وشي حاسبي يا هبه. استني بس. ايه ده صورتي كل إيه؟ موجود. ايه ده يعني مش هتمسكوا في بعض وكده؟ نفسك انت نمسك في بعض؟ صح. انا ممكن امسك فيك يا هبه. انا مش هسيبك قدامي دلوقتي. الحقيني يا هبه. ما تخافش انا محجراها. هو انتوا اتخانقتوا مع بعض؟ ايوه يا كيمي، اتخانقنا في الاول بس بعد كده خلاص اتصالحنا وبقينا سمله على عسل. يا خساره، ايه لكم كنتوا صالحتوا على الاقل؟ اصلا كنا شفنا طنط منال تاني. اخسى عليك يا دودو، اهدى يا واد. اختشي يا واد. او انت كده يعني طالع على لسانك متبري منك زي ستك؟ ايه زي ستو دي يا منال؟ انت جايه تغلطي فيا قدام احفادي، مش عيب عليكي كده ولا ايه؟ ايه يا انجي، ما تخلينيش بقى اطلع اللي جوايا ده. انا اصلا خلقي في مناخيري مش طايقه نفسي. عايزه ايه دلوقتي؟ الحبل اللي هم بيعملوه ده مش كفايه داخله عليا بعد العمر ده كله من غير ولا قشايه في ايدك؟ اي كفايه دخلتي عليكي كده؟ وبعدين يعني انا اصلا غلطانه اني عبرتك وجيت لحد عندك. يا اختي ده انت دخلت الشوم عليا. يا اختي عليا، انت طول عمرك وحشه طول عمرك وحشه، وانا غلطانه والله. لو
عليكي. Go to hell. احنا كنا عاوزين نعرض حلقات حضرتك عندنا في القناة. كله بإذن الله. طب بالنسبة للسبيك؟ يعني ايه يا شيخ علي؟ يعني الرزق من عند الله. هتدفعه كام يا ابني؟ احنا هنعتبره اهداء من حضرتك للقناة. اهداء من حضرتي للقناة؟ لا يا حبيبي، انا ما بهديش حد. اللي ما معهوش ما يلزموش. سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله. حاضر يا شيخ علي. بارك الله فيك. جاهزين؟ جاهزين. شيل البتاع ده يا ابني، هيخش في عيني. ارفعه كمان شويه. قول اكشن يا تافه. اكشن. بسم الله الرحمن الرحيم. كل شيء ريحته فساد. اتعرفون لماذا؟ بحثت كثيرا عن السبب حتى وجدت. اتدرون ما السبب؟ عارفين ليه الارض بقت بتطرح فساد؟ عشان الفساد بدأ معانا منذ الصغر، منذ رأينا الملعون المدعو ميكي ماوس. نعم، أنه ميكي ماوس هو سبب الفساد وأصل البلاء. ميكي اللي كان مصاحب ميمي وعايشين مع بعض في بيت واحد من غير جواز. أي والله من غير جواز. أطفالنا لما يشوفوا ده مستنيين منهم يكبروا ازاي؟ امنعوا ميكي ماوس، اقتلوا ميكي ماوس، واقتلوا معه الفساد. لا تستهينوا بكلامي، لا تستهينوا بكلامي ولا تستهزئوا به، فمعظم النار من مستصغر الشرر. يلا يلا يا سيد. 5 4 3 2 1 أكشن. يرحمكم الله. مساء الخير مشاهدينا في كل مكان، وأهلا بكم معنا وحلقة جديدة من 10:30 مساء مع إنجي أحمد. في الحقيقة من فترة حصلت حاجة غريبة جدا. سمعنا عن فتوى من شيخ غريب وعجيب أفتى بضرورة قتل ميكي ماوس. طبعا احنا ما كانش ينفع نعدي الموضوع ده وانه يمر مرور الكرام، وكان لازم ندي حق الرد لميكي ماوس. ومن داخل مدينة البط في ديزني لاند معانا ميكي ماوس. اهلا بيك يا ميكي. اتفضل يا ميكي معانا. تعال ما تخافش، تعال. مساء الخير يا مدام وانش. مساء النور يا ميكي. ثانية واحدة بس عشان المخدة دي مفرقطة، معلش. طيب يا ميكي ولا يهمك. تحب تقول ايه يا ميكي للشيخ اللي قال عليك كده؟ أنا حضرتك مش هخاطب حضرتك، أنا هخاطب الجمهور العريق اللي بيشاهد حضرتك وأقول لهم يا أرضي مين ده؟ اللي بيحصل ده ظلم وافترى، وحسب الله ونعم الوكيل في اللي قال كده وطلع الفتوى دي، وإن شاء الله بإذن الله يقعد له في عياله المكعات الصغننة عشان ده كده قطع أرزاق. وأنا دلوقتي اليوم ما بقاش جايب همه معايا، وبروح دلوقتي مدينة البط محدش بيعبرني، والعيال الصغيرة كلها بتيجي تتصور مع بطوط وميمي، وأنا ببقى واقف كده زي قفا زلع بصل، يا ما حدش بيعبرني. ده كلام ده صح؟ ميكي في الحقيقه كنت عايزه اسالك سؤال. فضحها وجهك. انت بتقول ان الاطفال بطلوا يجوا يتصوروا معاك، وده طبعا رجع عليك بخساره كبيره. بتدفع ارضيه كام في اليوم؟ اسف حضرتك، انا اعترض على السؤال ده. اوبجكشن. انا مش هجاوب عشان كده حضرتك. انا لو جاوبت بتستدرجيني وكده، انا فتحت عينين الضرايب وندخل في حوارات انا في غنى عنها. وأنا من هنا بضم صوتي لصوت ميكي ماوس وبقول حسبي الله ونعم الوكيل، فأي شيخ بيفتي فتوى غريبة علشان يضلل بيها الناس. بشكر جدا ميكي، وأنا بشكرك إنك كنت معايا النهاردة. وأنا بس عايزة أضيف حاجة أخيرة. عايزة أطلب من الجمهور بتاع حضرتك إن هم يصوتولي على رقم 3، لأن أنا داخل في مسابقة سافويز، وإن شاء الله بتشويقكم ليا هكسب وهفوز. شكرا. شكرا يا ميكي، وياريت كلنا نصوت لميكي على رقم 3 في The Voice، وبالتوفيق يا ميكي ان شاء الله. وبشكركم مشاهدينا، والى اللقاء في حلقة جديدة من 10:30 مساء مع انجي احمد. صدعتي نفسك يا هبة ولا ايه؟ ايه ده، في ايه؟ في ايه يا سامح؟ خير في ايه؟ اصل اتأثرت بكلام ميكي قوي يا انجي. قلت لك انت رحمة، قضيتني. معلش يا ميكي.
معلش بقى ما تعيطش، هصور معاك سيلفي. لا انت اكيد بتقول كده عشان تكبر في خاطري. لا والنعمه قدام انجي، هصور معاك سيلفي والنعمه. وعايز اقول لك حاجه، الواد بطوط والبت بيم رخمه قوي. صدق ان انتوا الاثنين اللي عيالها هبله قوي. في برنامج لا داعي لذكر اسمه بتقدمه واحده لا داعي لذكر اسمها عشان ما شراش لا اكثر ولا اقل. طلعت اتريقت علي، ما تعرفش ان لحوم العلماء مسمومه، اللي بتتاجر باحلام الناس وظروفهم بتقول عليا بستغل الدين. طيب بطلي انتي تجارة بظروف الناس وأحلامهم، اللي بيته من إزاز ما يحدفش الناس بالطوب. كويس يا تافه. وفي نهاية حلقة الليلة مشاهدينا، أنا بطالب هذا الشيخ المدعي إن هو يجي لو عنده الجرأة عندي هنا في البرنامج ونعمل مناظرة. أهلا بي. كانت معكم من 10:30 مساء إنجي أحمد. إلى اللقاء. أنت اللي اسمك علي. وأنا موافق، مع إن المناظرة مع الستات حرام حرام حرام، بس عشان أكشف لكم حقيقة الإعلامية دي. أنت بتشتميني ببرنامجك يا إنجي؟ يا سلام، يعني أنت اللي كنت طالع بتقدم لي شوكولاتة في برنامجك، ما أنت كمان بتشتمني. طب شوفي بقى، أنا بنصحك تنسحبي من المناظرة دي، يا إلا هفضحك قدام الناس كلها. لا مش هنسحب يا علي، ده بعينك، أنا بقى اللي هفضحك وأقول لهم إن دقنك دي هي اللي عيرة. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. استغفر الله العظيم إيه؟ أنت صدقت نفسك. خدي روحي يا ناس. الناس كلها يا علي منتظرة مناظرتك أنت وإنجي على نار، عايزة تبقى نار كده. أنت هتسخني على مراتي ولا إيه يا جميل؟ لا يا حبيبي، مراتك هناك في البيت، إنما في البرنامج هي عدوتك. يعني اضربها طلقتين واخلص منها عشانك؟ يا ريت، ده ساعتها ايه؟ الحلقه هتجنن، مش ممكن، هتبقى ساعتها حديث الساعه. نار نار نار. اه لا، وساعتها بقى هخش السجن بسببك. واجيب لك عيش وحلاوه وما تقلقش. مش هتلحق لان انا هاخد اعدام. يا سلام، هعمل لك عزا. عزا ايه؟ الناس كلها تضحك عليه. لا، هعمله عزا حصري. حتى العزا عايزه حصري يا جميل؟ امال، بس ارجوك عشان خاطري، انا عايز الحلقه على موقع الجريده وحصري. لا انا هقوم بقى احسن ما اقتل حد تاني يا جميل. الناس كلها مستنيه المناظره يا انجي. الفانز بتوعنا على الفيسبوك عملوا هاشتاج مناظره انجي وعلي، وتويتر قرب يقع من كتر التويترات. الناس ما بتصدق ولا ايه؟ انجي انت لازم تدمري علي، لازم تدمريه يا انجي، لازم تدمريه، لازم تدمريه يا انجي. بس يا كاميليا، انت هتدمريني انا كده؟ جبتيلي ارتجاج في الامعاء. في ايه يا سولي؟ بابي، انا جاي اكلمك بخصوص المناظره. انت جاي تشجعني يا حبيبي؟ حبيبي يا سولي. بابي، انا مش جاي اشجعك، انا جاي اقول لك ما تعملش المناظره دي. ليه؟ انت امك بعتتك علشان تخلينا انسحب؟ لا لا يا سولي، مش ابوك اللي ينسحب، انا هكسب المناظره، يعني هكسبها. انا محدش بعتني، انا وماي اختي بقينا تريقه المدرسه، كل اصحابنا في المدرسه بيفتحوا الفيديوهات بتاعتكم ويعيرونا بيها. ويعيروكوا ليه؟ انتوا المفروض تفتخروا بيا انا وامك. وبعدين لما اكسب المناظره انا هتفرح بيا انت واختك. بابي، حضرتك بتعمل المناظره دي مع مامي، يعني حد فيكم ما هيكسب، اما انا وماي اكيد هنخسر. ايه يا رحمان؟ لا
كنت عايزه اتكلم معاكي شويه بخصوص المناظره. حبيبتي قلب امك انا عارفه، انا عارفه ان انت قلقانه على مامي، ولا تقلقي خالص، مامي قدها وقدود. مامي انت كل اللي فارق معاكي بس انك تكسبي المناظره. مش يا بنت، ايوه بقى كل اللي فارق معايا ان انا اكسب المناظره. المناظرة دي حياة أو موت. طب وحياتنا احنا يا مامي؟ حياتي أنا وسولي. مالها حياتك أنت وسولي؟ ده احنا مش عارفين نبص في وش أصحابنا. ليه بقى إن شاء الله؟ خدي يا مامي، ده جروب على الواتساب. خدي يا مامي، شوفي أصحابنا بيقولوا علينا إيه. طب وأنتي زعلانة عشان اللي كتبوه؟ لا يا مامي، أنا اللي مضايقني ان انا كل ما اخرج من الجروب يضيفوني تاني. مامي لو بجد خايفه عليا انا وسولي بلاش موضوع المناظره ده. في ايه؟ ladies first. حاسب كده انا ما خلصتش. الرجال قوامون على النساء. ده عندك انت بقى على فكرة. حاسب عايز اظبط علي. هو في ايه؟ انت مستعد للخسارة؟ لا وانت الصادقة مستعد للمكسب. انا النهاردة هخليكي تندمي انك دخلتي قصادي في مناظرة اصلا. علي انت فعلا عايز تكسب المناظرة دي؟ انا كنت عايز اكسب لحد ما اتكلمت مع سولي. احنا ايه اللي عملناه في نفسنا ده يا علي؟ انا مش عارف احنا ازاي وصلنا للمرحله دي. احنا كنا عايزين نعمل حاجه نفتح بيها الاعلام الفاسد، ومن فضحنا نفسنا. الاعلام اللي احنا بنهاجمه عملنا زيه بالظبط. صح، احنا بقينا زي منال بالظبط. لا يا علي، الا منال. منال لا، منال لا يا علي. علي انا هنسحب من المناظره. ايوه هنسحب. أنا مش هكسب مناظرة وأخسر بيتي وولادي. لو في حد المفروض ينسحب من المناظرة يبقى أنا. أنا آسف يا إنجي. وأنا كمان، أنا كمان آسفة يا علي. أنا خارج عشان أقول إني انسحبت من المناظرة يا إنجي. استنى يا علي، أنا كمان جاية معاك عشان ننسحب إحنا الاتنين مع بعض. لا علي ما بحبش الدقن، احنا اهل الاول. دي تركيب والله. وانت صدقتي؟ اه صح تركيب. طب يلا. اخيرا اخيرا جه معاد المناظره اللي الكل مستنيها. هنشوف ثمره مجهودنا يا استاذ كبير. سكريبت في كل حاجه. تمام. ايه اللي جابك يا جميل؟ ايه المقابله دي يا علي؟ انا جاي عشان ادير المناظره وجهزت السكريبت. وبعدين انتوا ماسكين في ايد بعض ليه؟ احنا عايزينكم تضربوا بعض. مش فاهمك انت، مش فاهمك. اسكت خالص يا سامح. بالعكس انا هبدا بالايد كده وبعدين اقوم طالعه على الاكشن. صح. واقفين يا جماعه، اقعدوا يلا عشان نبدا المناظره. مفيش مناظره. ايه؟ هاو كم؟ يعني ايه مفيش مناظرة؟ يعني مفيش نصب تاني. ايوه مفيش نصب تاني، وبدل المناظرة هنعمل حلقة صلح. طب ما تخلوها حلقة ذكر. ذكر انت كمان، اخلص بقى. يعني خلاص مفيش مناظرة. يا دي المصيبة. مصيبة؟ الصلح بقى مصيبة؟ ايوه، يعني الحلقة دي أنا كنت هنزلها على النت وهتعمل جو جامد قوي. طب ما تغزوا الشيطان اللي دخل بينكم وتكملوا الخناقة، أنتوا كده هتخسروا الجمهور. الجمهور، الجمهور الوحيد اللي يفرق معانا هو سولي ومي. ده الجمهور الوحيد اللي ما عندناش أي استعداد إن احنا نخسره. يعني خلاص؟ خلاص مفيش مناظرة؟ اطلع بره يا جميل. أنا؟ لا يا علي ما يصحش كده. استاذ جميل. ايوه. ما تطلعش بره لوحدك، كلكم بره. دي هنا جماعية. ايه ده؟ اتفضلي يلا. بره. طيب خلاص. ايه
ايه قطر ماشي تعالي. طب انتوا طردتوهم هتطردونا انا ليه؟ امال مين هيعمل هيعمل معاهدة الصلح اللي بينكم؟ احنا مش عارفين تروحين قوي. ماشي انت هتصور وانا هقول اكل. اكشن.